السيارة عايز السيارة؟ خرج السنة السيارة سيول قادمة من جهة الميل مارب 15/4/2020 يلا لطفا هذا السيول في مارب السيارة اللي هنا بعيد وين جاي؟ لا أنا الثاني اللي قاس هنا بالسيارة لا لا تك جيب لا بالغاز جيب 15 بيجي مش عرض مالك هذا قال خزان الحديد جابوا من فوق وسواه على داخله خرجوا له هناك الله الله وهو دخل دخل بالسيدة بتاريخ 15/4/2020 كانت هناك سيول جارفة وأمطار غزيرة بمحافظة مأرب والآن كما نشاهد هذه السيول التي يعني جرفت وهذا البيت الآن معرض بسبب هذه الأمطار معرض يعني لأن يجرفه هذا السيل وهذا الوادي كما تشاهدون أن السيول دخلت للبيوت نعم شوف ايش اللي